طيب سورة الملك تنجي من عذاب القبر بإذن الله تعالى؟ نعم، إنها السورة التي تنجي صاحبها من عذاب القبر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف تفعل ذلك، أو كيف تنجي صاحبها من عذاب القبر، ومتى تقرأها الأخت كما سألت؟ تقرأ كل ليلة، تقرأ كل ليلة، من قرأ سورة الملك قبل أن ينام كل ليلة، إن قدر الله عز وجل عليه الموت في هذه الليلة أو في صبيحة هذه الليلة ينجيه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر. أسأل الله أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، هي المانعة من عذاب القبر. ولذلك أنا بوصي إخواني اللي قاعدين قدامي والمشاهدين، بوصيهم محدش فيكم ينام يا جماعة أي ليلة إلا هو بيقرأ سورة تبارك. لو مت في هذه الليلة بفضل الله تنجو من عذاب القبر بوعد الصادق ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عايز تنجو من عذاب القبر عليك بقراءة القرآن بسورة تبارك.